وانا بشتغل في المواسير هذه بما انه تات يهود، انا حسيت حالي في خطر يعني، الزنانات والطيران فوقيه يعني، قلت هذا مفكروا الحين بدأوا القذائف صواريخ حاجه يعني، منظرها منظر كان بخوف. من ذعر الصواريخ والقذائف الى الامان المؤقت، صنع هذا الشاب الغزي خيمه ليؤوي عائلته، مستخدما مخلفات الغارات وبقايا اقمشه علها تسترهم وتقيهم حر الصيف. عشان فيش ما امكانيات ان اشتري خشب مواسير، فجبت مخلفات العدو هنا القذائف، عملت المواسير ولملمت شرايط وبطانيات وسطرت حالي. نزوح تلو نزوح، عاد بعده أحمد لبيته في خان يونس ليجده أثراً بعد عين، وسط ضيق الحال الذي تركه لا يجد ما يشتري به لوازم خيمة جديدة ينصبها قرب أطلال منزله، فكانت القذائف والصواريخ الحل رغم ما تشكله من خطر.